اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. صباح النور، صباح السرور، نهاركم زين ورضاية الوالدين. إن شاء الله تكونوا لاباس وبصحة جيدة. اليوم فقت الصباح، خرجت للبلكون شوفي حالة الطقس، لقيت الطقس سخون شوية، ما فيه شوية نسمة لهنا، هزيت قسطل بتاع الكليماتيزير تعبى باش ما يفيضش، هزيت باش نفرغه لهنا. عندي دخلت للكوجينة، عندي الخبازة هذه اللي فيها الخبز، فيها خبز مانيش باش نستعمله كل، قلت خليني نفرغه ونحط الخبز جديد، والخبز هذاك القديم مانيش باش عندي، معناه خبز ملحي وعندي كل شيء، هذا اللي زايد عليا الفاضل وكله اللي يبدا بايت ويابس وكل نحطه نلمه لهنا. وعندي عائلة عندهم حيوانات، هما الحقيقة بعاد عليا، اما يجوا يهزوه ولا كيف نمشوا نحنا نهزوه، المهم هكا نلمه لهم ونعطيه لهم الحيوانات. وانتو بزادة كان عندكم الخبز ما ترموش مع البوبالة، احطوه في ساشي وحده ولا في شكارة وكل، وحطوه بحث البوبالة، خاطر فما ناس راهم يسترزقوا منهم، فما ناس يهزوه لحيواناتهم ولا يبيعوه ولا حاجة، خير ما يتلوح في البوبالة. نعمة ربي ما لازمناش نلوحوه لهنا. والله قلت لكم الطقس ما سخون، قلت شنو باش نطيب، ما نحبش لا نطيب لا مقرونه لا كسكسي لا رز لا حتى شيء، ونحب نعملوا حاجه خفيفه معناتها وكل. وراجلي يحب السلطه مشويه، هو لما حاله حب على سلطه مشويه، قلت خليني مالا نعمل سلطه مشويه ونعمل معاها فريت واومليت، وبطبيعه مع صحين دلاع والعصير هذاك متاع الغله نعمله فيه كل يوم. وكهو واني لهنا ما هو الصباح بكري، عملت معناتها يد في المشوي في السلطة مشوية، ويد خامل في الدنيا، وممتون نعمل في برشا حاجات في وقت واحد. ربي يعطينا الصحة، نحنا نسي كيف بعضنا الكل، أكيد أنتم بزادة كيف كيف. نحنا المرأة ما شاء الله والله العظيم ربي يعطاها قوة، تعمل برشا حاجات في وقت واحد. الحاجة هذه اللي ما نجمش يعملها الراجل، يعني الراجل يعمل حاجة برك، معناتها كيف يعمل حاجة يركز في حاجة برك، ما ينجمش يعمل حاجتين فرد وقت، حاجة برك يعملها بار كونتر. نحنا انسي ما شاء الله علينا نعملو نخدم برشا حاجات في وقت واحد، وفي الاخر نكملو ما شاء الله علينا، امورنا هانية امورنا على العقل. هكا لهنا حطيتها، يعني كل مرة نعمل لها جرينات الفلفل هذوما كل مرة نقلبهم على الوجه الاخر باش يتشوب بالكدا، وبعد اني نحط الفلفل من الاول، ومن بعد نحط الثوم، ونحط بعد البصل والطماطم، اني ما نكثرش في الطماطم باش تجيني لونها اخضر، ما نحبهاش لونها احمر، معناتها ما نحبش الطماطم هو الغالب، نحب الفلفل هو الغالب خير، خاطر باش تجي لونها مزيان. هكا هو لهنا نكمل السليطه نتاعنا، برسك اني لهنا راني قريب نكمل. هكا حطيت بعد ما نحيت الفلفل، هكا حطيت بقيه البصل والطماطم، وهكا لهنا نعمل لهم نقلبهم، وكل مره نغطيه، كل مره نغطيه ونعري عليه وكل باش تجيني مشويه بالكدا كانها على الكانون. وكهو اليوم جمعه، جمعه مباركه عليكم الناس الكل. ما تنسوش الاستغفار، كثره الاستغفار، ما تنسوش تقروا سورة الكهف، وأكثر من الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. لهنا بنتي فاقت آخر واحدة، قال هنا دخلت لني للصالة باش كانت راكدة على الجراية هذيك، كان باش نلم جرايتها، الجراية الأخرين كلهم هزيت حطيتهم في البلكون نشمس فيهم. نحنا كي تبدا الدنيا سخونه برشا نرقدوا كلنا في الصاله، نحلوا الكليماتيزير ونرقدوا العيله الكل في الصاله. هكا الصباح نخرج الجيران نشمسهم ونلم الصاله وكهو. لهنا عندي هذا الماعون، ماعون نتاع فطور الفطر في الصغيرات، وعندي زاد الكيسان نتاع شربنا فيهم البارح التاي، وقعدوا هما والبراد بخلت عليهم، ما نكذبش عليكم البارح قلت نغسلهم الصباح. ولهنا بعد ما كملت هذوما استعملتهم لصحنا، وهذوما السكترات هذوما استعملتهم وغسلت فيهم الخضره نتاع السلطه مشويه، هاني تلميت الماعون هذا كل مع بعضه، وهاني لهنا نغسل فيهم. هو والله الماعون كانه يولد، معناتها تخرج الصحن يخرج للصحنه الكل. الماعون ديما يكثر، ولا اكثر حاجه تكثر هي الماعون.
تقول لي يعني شنو عملت، معناتها ما عملتش حاجة كبيرة من المعون برشا. والله هو حتى الراجل ديما يقول تستعمل في المعون برشا، مي والله لا، هكا هو الحاجة اللازمة اللي باش نحرق فيها لازمة. هذوما بتاع المنظمات هذوكم كان فيه معبي بالفلفل، انا عملت كل الفلفل هاك، علاش هكا فرغت منه الفلفل باش ناقصه، معناتها حاجات اللازمة. اللي هنا دخلت للصالة نمسح في الشاشة بتاع التلفزة وباش نمسح المابل اللي هنا يعني بنتي، ونشوف تبدأ التلفزة طافية، نشوف بصماتها صغيرونة نعرفها ان هي مست التلفزة، تطلع على المابل هذيك وتبدأ تمس في الشاشة، يقعدوا بصماتها الكل هكا ديما نمسحها. وديجاني كنت عاملة من هنا برشا حاجات مزينة بيهم، متكسر فما اللي كسرتهم هي وفما اللي نحيتهم، ماني خفت لا تكسرهم، قلت ان شاء الله كي تكبر شوي واني ان شاء الله نحب نبدل الصالة هكا نعمل ديكوراسيون مزيان ونعمل حاجة باهية، المهم خلت زيدية تكبر شوية باش تولي ما عادش تكسر وكل وتكبر تولي تعرف. هذه اللي هنا المراية بتاع لونطري نمسح فيها، وباش ندخل للسال دو بان نمسح المراية بتاع سان دي بان، وباش نمسح كل الكوادروات متاعي الكل. هذو ما لمسات قبل ما نمسح نعمل فيهم كل نمسح كل شيء، ومن بعد نكنس ومن بعد نمسح. لين سمعت الغسالة سوني هكا كملت الغسلة الأولى، طب باش نحط غسلة أخرى، اني حطيت معناتها غسلتين باش نغسلهم، وباش نطلع باش الشريطة ننشره. هو لهنا باش ديجا هو يخرج شايح من الغسالة، جيت تضرب هكا النسمة والشمس باهية تعقمت بش وكل، وبعد نهبطه باش نطويه. يعني عندي حتى دبش الحقيقة سابق متاع هبطته من الشريطة وقاعد في السيستو ما طويتوش، هاني تو نهبط هذوما، معناتها دبش هذايا اللي غسلته تو نهبطه، وان شاء الله العشية ورا المغرب وكل نقعد نطويهم فرد مرة. اما الحقيقة راني والله نكره طويانة بش، ما نكذبش عليكم، اكثر حاجة نكرهها طويانة بش، اعطيني اي حاجة نعملها اما طويانة بش لا. يعني كيف تجيب حذايا امي تقعد بحذايا فترة، ديما تبش تطويه امي، ديما تطويه لي امي هكا، وين هبطوا تقولي مدو جاي، تقعد في الصالة وتطويه الكل وترجحوا لي في السيستوك على بعضه، ونهزلي نحطه في الخزانة. ربي فضلهم ميمتي كل لهنا هكا. هبطت الدروج كنستهم ونحيت هكا الغبره كل من الباب لونطري، واني كانت عندي هكا الغوله اللي تنحي العنكبوت والغبره كل كسرت، ان شاء الله تو نشري واحده اخرى باهيه برشا طول للسقف الفوق باهيه وتنظف هكا. لهنا بعد ما كنست الدار كلها ونظفت كل شيء، لهنا هكا نعمل في مسحه هكا كيما قلت لكم، مرة نمسحو حسب ما تطلبوا لحالة الدار، كان تطلب تسيقة لازم تسيقة، كان تطلب مسحة لازم مسحة، وكان باش تكون سوا كهو نورمال يكون سوا كهو. اما اني الحقيقة اهم حاجة ساعدتني اني نفيق بكري، ان نخمل كل شيء واشواري كل نقضيها بكري، اني لي ماكسيموم 11 ل 11 ونص نبدأ كملت كل شيء، والفطور طايب وكل اموري واضحه من كل شيء. ومن بعد هكا نرتاح نعمل اي حاجه هكا بالراحه وبالقاعده، نعمل اي حاجه لازم نعملها هكا، لقيتها طريقه باهيه واحسن هكا في البرود، تقضوا شوركم وطيبوا كل خطر، من بعد تسخن الدنيا ومع سخنه الغاز سخنه الطقس وكل، بصراحه الواحد تتعب وكل وتفد، اما بالبرود كل شيء تبدو تعملوه عاملين عليه بون كيف. وان شاء الله يكون الفيديو بتاع اليوم مشجعكم وحفزكم باش حتى انتم تقوموا لاشغالكم ولدياركم وتتشجعوا بينا، وماذا بيكم انا ننصحكم انكم تقوموا الصباح بكري تقضوا شواركم الكل باش ترتاحوا فرد مره من القضية، خاطر راه الواحد كان باش يتبع القضية ولا باش يفز مؤخر راهو باش يقعد مؤخر، والقضية ما تفهاش جملة. لهنا هيك قلت لولدي نظم البيرو نتاعك، ها ونظمه ومسحه، واني بطبيعتي مسحت الدار وكل هكا. هاو ما يسالش حتى تشاركوا صغيراتكم يعملوا حاجة هيك معاكم يعاونوكم. لهنا طلعت للسطح هاني ننشر في الدبش هكا، فما خاصة في السطح الفوق فما نسيمة محلاها، نسيمة بحرية باردة تهبل هكا تو حتى تبش في فيسه فيسه يشيح. احنا والله البارح سهرنا فيه لهنا
اصطح بعد ما عملت لك التنظيفة معاكم، شاركت معاكم، معناتها سهرنا فيه، والله قعدنا فيه نسمة ما شاء الله، قعدنا سهرين فيه حتى ايش ظهر لي 11 ونص نص الليل ونحن سهرين لهنا في السطح. وبعدها بطنا بالطبيعة لوطا، اما والله صدقوني نسمة بالقدي فوق اكل هنا، يعني باش نهبط بعد ما نشرت بشاتي باش نمشي لك سلطة مشوية نلقاها بردت، باش اني نظفتها لهنا نحيت منها الزوائد الكل وكل القشور متاع الفلفل الكل، لاني هكا حطيتها في الماكينة هكا نرحي فيها توا ونخليها نغطيها نخليها تزيد، لقيتها ما بردتش كومبليتوم، ما زاد دافية شوي، هي بردت ما زاد دافية شوي. بعد ما تبرد بالقدين نحطها في الفريجيدار، ورد بالكم تحطوا حاجة دافية وإلا سخونة في الفريجيدار، في الفريجيدار راهي ماهيش صحية، ردوا بالكم راهي تضر تضركم على تضر البدن. ماذا بكم كي تحطوا حاجة حطوها باردة تأكدوا منها أن هي باردة كومبليتوم، ردوا بالكم يعني خليها تزيد تبرد في عقلها ومن بعد نحطها في الفريجيدار. يعني كيما قلت لكم راه الطقس مازال بكري، مازال مش طقس فطور نص نهار، مازال بكري باش نعمل معاها يعني سلطة من بعد شوية فريد وشوية أملات، والحمد لله هكا هو بطبيعة معاها صحيين دلاع والحمد لله، اللهم أدمها نعمة واحفظها من زوال. طقس سخون بصراحة كان متاع حاجات صيفية وخفيفة وكل، سلطة تونسية، سلطة سلطة مشوية، حاجات خفيفة وكل. نحنا كي يبدأ الطقس سخون ما نجموش الحقيقة ناكلوا الحاجات الرزينة، كل ماذا بينا كان حاجات الخفيفة وحاجات تبرد وكل. لهنا يعني باش توا باش نفوح منها شوية، باش نعطي الراجل يفطر تو، باش نفوح منها شوي. هكا حطيت شوية زيت زيتونة شوية بلح شوية، تنجموا تحطوا شوية تابل شكروية، تنجموا اني يعني مرة نحط مرة لا الحقيقة، هكا باش نزينها بشوية تن وشوية عظم وكهو. وهذا هو فطورنا، قصت معاها صحيح دلاع، وكان حطيت باش نعمل الصغيرات الفريت والاملات وكهو. لهنا طلعت للسطح باش نجيب باش نهبط دبش شاح الكل، ولو توا لهنا يعني حطيته في الفيراندا باش نمشي بعد نطويه دبش. اما لهنا كل الكوفيرتات والكواتات اللي غسلتهم اني طويتهم وحطيتهم في بيت الماكينات، وهاني تو باش نرجعهم للمبلاج بتاعهم ونخبيهم وكهو. الحمد لله ارتحت منهم، توا سيء ما عادش عندي اي حتى حاجة كبيرة، معناتها لونتي او الفروشات وكل ما عادش عندي حتى حاجة، تو كلهم هنيت عليهم ومعناتها وغسلتهم ورجعت، وانا مش نرجعهم تو لبلايص. بعد ما طويتهم ورجعناهم في البلاج لهنا هكا نحطو فيهم في بلاصتهم، شوفوهم كاني نحط عملت لهم معطر، وقبل نعمل فيه بساعات كافور ولا خزامة باهي برشا، قالت لي جارتي اعمل حتى القرنفل اللي راهو باهي، ان شاء الله تو نجرب القرنفل ونشوف كان ايه في كاس ولا. لهنا هكا الحمد لله امورهم واضحة مطويين. توا مش عندي، شفتوا ما شاء الله اليوم روتين حافل، هذا كل راه عملته في فرد نهار. لهنا هيك العالة اللي هذيك اللي خيطتها معاكم اعطيتها لمولاتها سي، هذه عالة اخرى حتى هي العرس نتاعهم، في هذه عندهم عرس، الاخرى عندها نجاح، هذه عندهم عرس في جويلية ان شاء الله شهر الداخل. هاني لهنا نفس هي نفس القياس هي والبلو، هاني حطت البلو هذه خطر مقصوصة باش نقيس عليها ونقص المرأة، هو لهنا راه القماش مقلوب راهو مش على الوجه الحقيقي، لهنا نقصهم الكل وبعد نعملو السرجي وان شاء الله نخيطها. والله ماذا نزرب في الوقت قاعد اني والوقت نتسابقه هكا. لهنا باش بعد ما قصت العالم تاعي عندي الدبش باش هاني حطيته في البلكون باش نطويه، والله صدقوني ويكثر هو الدبش كما قلت لكم راني ما نحبش طبيعي الدبش يكثر وكل برشا، هكا لهنا كان نطوي فيه والصغار هم بعد باش يجوا بحذايا فما سلسلة تعليمية حطها لهم بوهم في الايفون وهم يتفرجوا عليها وقاعدين بحذايا، تو هاي بحذايا بنتي وباش يجي من بعد ولدي، واني لهنا باش نطوي دبش
ونتفرج على فيديوهاتكم، خاطر جوني اشعارات نتاع برشا فيديوهات، ان شاء الله بالفيديو هاني نطوي ونتفرج في نفس الوقت كهو. وبعد ما نكمل نطوي البيشات نحط لهم لاشي وكهو. والله الباتري سايب بدت تضعف، باتري فابل ولت، خاطر ما شاء الله والله القضية ما تفاشو، واني نتسابقني والوقت ماذا بيا نكمل في ساعة في ساعة. واللي مش مشتركين في القناة يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد، ومرحبا بالأعضاء الجدد والقدم، وبارك الله فيكم الناس الكل، ربي يسعدكم وربي يعطيكم ما تتمنوا. وإن شاء الله عجبكم الفيديو، ونفرح برشا بتعليقكم المزيانة. إن شاء الله ربي يزين أيامكم ويعلم قامكم الناس الكل. توا ما بقالي كان نقول لكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بسلام الناس الكل في أمان الله، وإن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله.